مشاهدو الحياة الآن، أهلا بكم في جولة إخبارية جديدة نستهلها بأهم العناوين. اللجنة العليا للانتخابات تبدأ تلقي الطعون على المرشحين، وتعلن 4058 اسما عن المستقلين و308 من السيدات. مصر للطيران تعلن اليوم الانتهاء من نقل الحجاج إلى السعودية، وفتح معبر رفح استثنائيا لعبور 500 حاج فلسطيني قادم من غزة. الزمالك يواجه سموحة ضمن منافسات الدور نصف النهائي لكأس مصر، والبورصة تربح 700 مليون جنيه في منتصف التعاملات. ومن العناوين إلى التفاصيل، حيث تبدأ اللجنة العليا للانتخابات اليوم تلقي الطعون على أسماء المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم للانتخابات البرلمانية حتى 19 سبتمبر الجاري. وخصصت اللجنة الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر للفصل في الطعون، يتخللها يومان أجازة لعيد الأضحى المبارك. فيما أعلنت اللجنة أنها ستنشر الكشوف النهائية للمرحلة الأولى من انتخابات البرلمان يوم 28 سبتمبر المقبل لتبدأ فترة الدعاية الانتخابية، وخصصت يومين 29 و30 سبتمبر للتنازل والتعديل، والفترة من 1 إلى 3 أكتوبر لإعلان الكشوف النهائية للمرشحين بعد التنازل والتعديل وتقديم الطعون، على أنها تفصل فيها في الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر ليكون يوم الجمعة 16 أكتوبر هو يوم الصمت الانتخابي، لتبدأ عملية الاقتراع يومي 17 و18 أكتوبر في الخارج و18 و19 أكتوبر بالداخل للمرحلة الأولى. بعد ساعات من إعلان اللجنة العليا للانتخابات كشوف المرشحين، بدأت اللجنة اليوم في تلقي طعون المرشحين المستبعدين من الانتخابات الذين لم تقبل اللجنة أوراقهم لأسباب عدة، أبرزها عدم استكمال المستندات المطلوبة أو تعاطي البعض للمخدرات وفقا للكشوف الطبية التي أجراها راغب ترشح. إجمال المرشحين المستبعدين عن النظام الفردي بلغ 535 مرشحا، كان أبرزهم رجل الأعمال والقيادي السابق بالحزب الوطني أحمد عز الذي تقدم بأوراقه في المنوفية وتم استبعاده لعدم استيفائه الأوراق الخاصة بالترشح، وصدور قرار من النائب العام بالتحفظ على أمواله، كما تم استبعاد الإعلامي توفيق عكاشة من سباق الانتخابات على دائرة طلخة في محافظة الدقهلية بسبب عدم استيفاء أوراقه. وعلى صعيد القوائم الانتخابية، استبعدت اللجنة العليا للانتخابات 6 قوائم على مستوى الجمهورية كان أغلبها في قطاع الصعيد، بالإضافة إلى قائمة في القاهرة وقائمتين في قطاع غرب الدلتا. لجنة الانتخابات تستمر في تلقي الطعون حتى غد، كما خصصت اللجنة الأيام من 19 حتى 27 من سبتمبر الجاري للفصل في الطعون، مع مراعاة أن هذه الأيام يتخللها إجازة عيد الأضحى، فيما تعلن اللجنة في 28 من نفس الشهر الكشوف النهائية تمهيدا لانطلاق الدعايات الانتخابية. قال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات إن إجمالي عدد السيدات المرشحات لعضوية مجلس النواب بلغ 308 سيدة من إجمالي من تقدموا بأوراقهم على مقاعد الفردي والقوائم، وأضاف أن عدد المستقلين المرشحين لانتخابات مجلس النواب بلغ 4058 شخصا يمثلون الأغلبية بين المرشحين، فيما بلغ إجمالي الشخصيات الحزبية والمحسوبة على الأحزاب المصرية 1897 شخصا. كانت اللجنة العليا قد أعلنت ترشح 15 قائمة انتخابية على القطاعات الأربعة، تم قبول 9 منها ورفض 6 أخرى، مشيرا إلى أنه تم قبول 5420 مرشحا على المقاعد الفردية. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الأستاذ رمضان أحمد المحرر القضائي في روزا اليوسف. أهلا بك أستاذ رمضان. أهلا بتفضل أستاذ رمضان، يعني أريد تطلعنا على آخر ما لديك من معلومات فيما يتعلق ببدء تلقي الطعون الانتخابية إلى الجهات القضائية. وبداية بدأت المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية منذ الصباح الباكر
تلقي الطعون على استبعادين من العمليه الانتخابيه والتي سوف تنتهي غدا، وبعدها سوف تعلن اللجنه العليا للانتخابات رئاسه المستشار ايمن عباس المرشحين النهائيه وتقديمهم الى الانتخابات. وايضا منذ صباح الباكر اكد المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي باسم اللجنه العليا للانتخابات بعد عقده مؤتمر صحفيا مصغرا اعتدى عليه منذ بدايه الاقتراع للعمليه الانتخابيه بعدد من الصحفيين، وقال بعض البيانات عن عدد السيدات والمرشحات لعضويه مجلس الشعب وايضا الشخصيات الحزبيه والمحسوبه على الاحزاب المصريه وايضا عدد المرشحين الغايه النهائيه للعمليه الانتخابيه. طيب استاذ رمضان، هل لديك ارقام محدده فيما يتعلق بعدد الطعون المقدمه في مختلف المحافظات حتى هذه اللحظه؟ وحتى هذه اللحظه لم يتم حصر عدد الطعون، والتي يعني غالبا سوف تتم المحسوبيه لعدد الطعون في نهايه اليوم باذن الله. شكرا للاستاذ رمضان احمد المحرر القضائي في روز اليوسف. ونذهب الى محكمه زينهم حيث يتواجد هناك الزميل احمد غنيم ليطلعنا على اخر التطورات هناك. اليك احمد، تفضل. مرحبا بك يا محمد، انا الان متواجد داخل المحكمه الابتدائيه محكمه زينهم. يمكن بالفعل بدات معظم المحاكم الابتدائيه النهارده في تلقي طلبات الطعون من قبل المرشحين المستبعدين من اللجنه العليا للانتخابات، وذلك لعدم استيفاء اوراقهم وعدم تقديم الكشوف الطبيه. لم يكن هناك في جميع المحاكم اللجنه العليا تستقبل هذه الطعون، ربما هناك البعض يعني يفتح ابوابه والبعض الاخر من المحاكم يغلق ابوابه، خاصه وأن عدد الذين تم استبعادهم من قبل المرشحين 346 في جميع المحافظات، وبالتالي هناك بعض المحاكم لم يعني يكون هناك أي طعون ناحيتها، وبالتالي يعني غلقت أبوابها بالفعل وفي انتظار يعني الفصل في هذه الطعون. أنا الآن داخل محكمة زينهم والباب مغلق بالفعل، لم يكن هناك أي تقديم طعون، ويمكن تصريح من قبل رئيس المحكمة قال لي أن الطعون الآن تقدم أمام القضاء الإداري في مجلس الدولة وأيضا في مقر اللجنة العليا للانتخابات في النزهة. هذا بالنسبة لجانب تقديم الطعون والذي سيستمر لمدة يومين، وبعد ذلك سيتم الفصل في الطعون حتى النتيجة النهائية يوم 27 من سبتمبر القادم. الزميل أحمد غنيم من داخل محكمة زينهم في القاهرة، شكرا جزيلا لك. إلى موضوع آخر، تنتظر حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المكلف العديد من الملفات والقضايا المهمة، ومن أبرزها إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد التي أعلن عنها. التقرير التالي يلقي الضوء على أبرز القضايا والمهام التي تنتظر حكومة المهندس شريف إسماعيل. ساعة وتؤدي حكومة المهندس شريف إسماعيل اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أيام من المشاورات لتشكيل الحكومة التي ينتظر أن تضم العديد من وزراء حكومة إبراهيم محلب التي قدمت استقالتها السبت الماضي إلى الرئيس. بعد تولي الحكومة الجديدة سيكون الامتحان الأبرز أمامها بعد شهر هو تنظيم انتخابات مجلس النواب، حيث ستفتح صناديق الاقتراع بدءا من النصف الثاني من أكتوبر المقبل. الجانب الأمني سيكون الملف الأبرز لحكومة شريف إسماعيل في ظل استمرار الحرب على الإرهاب الذي سيحاول إفساد مشهد انتخابات مجلس النواب. وعلى الصعيد الاقتصادي ستتسلم حكومة شريف إسماعيل تركة ثقيلة من الحكومة المستقيلة برئاسة إبراهيم محلب، حيث تشير الأرقام إلى تعثر تنفيذ عدد من المشروعات التي تم الاتفاق عليها في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في مارس الماضي، وأهمها العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان ومشروعات محور تنمية قناة السويس. مكافحة الفساد ستكون معركة مفروضة على جدول أعمال الحكومة الجديدة، خاصة وأن قضية الفساد التي أطاحت بوزير الزراعة صلاح هلال كانت أحد أسباب التعجيل برحيل حكومة محلب. اعتمدت وزارة المالية مبلغ 3.9 مليار جنيه بصورة عاجلة خلال الشهرين الأخيرين لوزارات التموين والصحة والنقل والثقافة واتحاد الإذاعة والتلفزيون وصندوق إعادة هيكلة الشركات القطاع العام، وذلك لدعم جهود هذه الجهات من أجل تدبير احتياجات المواطنين
قبل عيد الأضحى. أعلنت إيمان قنديل رئيسة بعثة الحج السياحي عن وصول نحو 85% من حجاج السياحة إلى الأراضي المقدسة حتى الآن، مشيرة إلى أن آخر فوج من حجاج برامج الأربعة نجوم سيصل السعودية غدا، فيما يستمر توافد حجاج مستوى الخمسة نجوم والحج الفاخر حتى الاثنين المقبل. وأعلنت شركة مصر للطيران عن انتهاء الجسر الجوي الذي نظمته الشركة لنقل الحجاج خلال رحلة الذهاب اليوم، على أن تبدأ رحلات عودة الحجيج بدءا من يوم 27 سبتمبر الحالي. وأضافت الشركة أن إجمالي أعداد الحجاج المصريين الذين وصلوا إلى المملكة العربية السعودية بلغ حتى الآن 50,900 حاج. قال الدكتور هشام عطا رئيس البعثة الطبية للحج إنه لا وجود لأي أمراض وبائية بين الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة، لافتا إلى أن عدد الحالات التي ترددت على العيادات الخارجية التابعة للبعثة الطبية بلغ 21,113 حالة حتى الآن. وأشار إلى أن 50 حالة دخلت إلى المستشفيات السعودية وما زال 21 حالة منها خاضعة للعلاج، بينما خرجت 29 بعد تحسنها. مصر فتح معبر رفح البري استثنائيا لعبور 500 حاج فلسطيني من قطاع غزة إلى مكة المكرمة، واستعدت السلطات المصرية لاستقبال الحجاج الفلسطينيين لنقلهم إلى مطار القاهرة الدولي بعشر حافلات. يذكر أنه قد تم عبور قرابة 2500 حاج فلسطيني لمعبر رفح البري الأسبوع الماضي. تسود المسجد الأقصى حالة من التوتر الشديد بعد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي والوحدات الخاصة على ثلاثة من حراس المسجد الأقصى ونساء من المصليات. جاء ذلك بعد محاولة الحراس منع المستوطنين من الاعتداء على نساء داخل المسجد الأقصى، ما دفع عناصر قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى الاعتداء على الحراس بشكل وحشي وإصابة عدد منهم، وتم نقل المصابين لتلقي العلاج، فيما كثفت قوات الاحتلال من وجودها على جميع الأبواب ونصبت الحواجز واستنفرت عناصرها لقمع أي احتجاج يقوم به الممنوعون من دخول الأقصى. وينضم إلينا مباشرة الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية. أهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا بكم، حياكم الله. شيخ محمد، يعني يا ريت تطلعنا على آخر التطورات الجارية حاليا في المسجد الأقصى، هل الاعتداءات الإسرائيلية ما زالت متواصلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، شهد المسجد الأقصى في خلال هذا الأسبوع أيام عصيبة واعتداءات متكررة من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي واقتحامات كثيرة من قبل المجموعات اليهودية المتطرفة والجنود الاحتلال المستوطنين بباحات المسجد الأقصى المبارك، وتم إطلاق الطاقي والقنابل الغازية المسيلة للدموع والغاز السام والقنابل الصوتية على المصلين في داخل المصلى الأخير، إصابات كثيرة وقعت بين صفوف المصلين والمصليات، وهذا يعتبر تطور خطير في الاعتداء الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك. يحاول فرض واقع جديد والسلاح في المسجد خاصة بالفترة الصباحية من الساعة 7:30 حتى الساعة 11 صباحا، إباحة المسجد وإطلاق يد المستوطنين لتعيد فسادا في رحاب المسجد وتؤدي طقوس التلمودية في ساحات المسجد إلى غير ذلك من المخططات التي تهدف إلى فرض هذا الواقع الجديد في المسجد بتقسيم المسجد زمانيا ومن ثم الوصول الى التقسيم المكاني الذي تطمح
إليه السلطات الإسرائيلية لكي تأتي على آخر معلم وهو المسجد الأقصى المبارك الذي لا يزال شاهدا على إسلامية وعروبة المدينة المقدسة، ولا زال المسجد الأقصى بيد المسلمين الذين يشرفون عليه. لا يروق للسلطات الإسرائيلية أن ترى هذا المسجد وكأنه وحدة مستقلة في المدينة المقدسة عن سيادة الإسرائيليين وعن أن تصله يد الفساد الإسرائيلية، وبالتالي أن يكثفوا مثل هذه الاقتحامات ويقوموا بهذه الاعتداءات الهمجية والمغولية. هم البربر الجدد حقيقة، آسف، المغول الجدد هم اعتداءاتهم على المسجد الأقصى المبارك، وبالتالي هذه الاعتداءات لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا إصرارا وثباتا على التمسك بحقه والعناية بمقدساته والتضحية بكل ما يمكن أن يضحى به. طب فضيلة الشيخ، هذه المقدسات والمحافظة عليها. فضيلة الشيخ، يعني غدا الجمعة وكثير من الفلسطينيين يحرص على أداء صلاة الجمعة في الحرم القدسي الشريف، هل أسفرت الاتصالات التي أجرتها السلطة الفلسطينية أو أي جهات دولية مع الجانب الإسرائيلي من أجل تسهيل مرور الفلسطينيين لأداء صلاة الجمعة غدا إن شاء الله؟ نحن نأمل أن تتم صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، ويتمكن كل من أراد أن يأتي للصلاة في المسجد أن يتمكن من الوصول، وأن لا يكون هناك حظر على سن معينة بالنسبة للمصلين الفلسطينيين وبخاصة الشباب، لأن السلطات الإسرائيلية اعتادت أن تفرض في أيام الجمعة بحجة المحافظة على الأمن أعمار محددة بالدخول، مثلا من كان سنه دون 40 لا يدخل، أو من كان دون 50 لا يدخل. لغاية الآن لم تتضح الصورة بالنسبة للإجراءات الإسرائيلية، لكن هذا متوقع. على أي حال نحن نقول لكل من يأتي إلى المسجد لأداء الصلاة وأن يشد المسلمون والفلسطينيين كلهم رحالهم للصلاة في المسجد، ومن يتمكن فليصلي عند بوابات المسجد وفي شوارع المدينة، وله إن شاء الله أجر الصلاة في المسجد المبارك، لأنه نوى الصلاة وحال هذا الظلم وهذا العدوان من وصوله إلى رحاب المسجد. شكرا لفضيلة الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية، شكرا جزيلا لك. إلى موضوع آخر، قال الدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي إن الهيئة صرفت ما يزيد على 16,000 عبوة من السوفالدي المنتج محليا لمرضى فيروس سي المنتفعين بخدمات الهيئة خلال الفترة من 11 أغسطس حتى 5 سبتمبر الجاري. وأشار الدكتور علي حجازي في تصريحات صحفية له اليوم أن عدد حالات المنتفعين بخدمات التأمين الصحي الذين تم علاجهم بعقار السوفالدي الثنائي والثلاثي بلغ 34,000 منتفع بتكلفة بلغت 408 مليون جنيه في الفترة من ديسمبر 2014 حتى أغسطس 2015 من خلال 72 مركزا على مستوى الجمهورية. إلى موضوع آخر، فقد أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب القبول لطلاب الثانوية الأزهرية بمكتب تنسيق الوزارة لمدة 6 أيام اعتبارا من اليوم وحتى الثلاثاء 22/9/2015، على أن يكون يوم الخميس والجمعة لصرف الأوراق فقط، وباقي الأيام اعتبارا من السبت حتى الثلاثاء لصرف أوراق وتسجيل الرغبات بمكتب التنسيق الرئيسي في القاهرة وفروعه في محافظات الأسكندرية وطنطا والمنصورة والمنيا وسوهاج وأسيوط وأسوان وقنا. إلى وزارة الأوقاف، حيث وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف دعوة لأكثر من 50 عالما ومفتيا ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية في عدد من الدول لحضور المؤتمر، مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي يعقد يومي 14 و15 من شهر نوفمبر المقبل في الأقصر تحت عنوان رؤية الأئمة والعلماء لتجديد الخطاب الديني وتفكيك الفكر المتطرف. وأكدت وزارة الأوقاف في بيان لها أن المؤتمر يأتي ردا عمليا على العمليات الهمجية التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية المتطرفة تجاه المعالم الحضارية والأثرية، ليكون وجود هؤلاء العلماء بين هذه المعالم خير شاهد على سماحة الإسلام تجاه جميع الحضارات. شيع المئات من أسرة وزملاء الشهيد اللواء خالد عثمان جثمانه اليوم في جنازة عسكرية مهيبة في أكاديمية الشرطة تمهيدا لدفنه في مسقط رأسه في كفر الشيخ.
كانت وزارة الداخلية قد أعلنت استشهاد اللواء خالد عثمان مساء أمس أثناء مروره لتفقد الخدمات والتمركزات الأمنية في العريش، حيث قام مجهولون بإطلاق الأعيار النارية ما أسفر عن إصابته بطلق ناري استشهد على إثره، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه عن شارع جامعة الدول العربية ابتداء من شارع السودان وحتى شارع البطل أحمد عبد العزيز لمدة 12 ساعة اعتبارا من 10 مساء غد الجمعة، نظرا لتنفيذ أعمال المشروع القومي لمترو الأنفاق. وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، معلنة عن توفيرها سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتجوب الأماكن المتأثرة بالانقطاع. ومعنا مباشرة العميد محيي الصرفي المتحدث باسم شركة المياه. أهلا بك سيادة العميد. أهلا بك يا فندم. سيادة العميد، يعني يا ريت يعني تطلعنا على مزيد من التفاصيل فيما يتعلق عن قطع المياه عن هذه المنطقة الحيوية. هو طبعا يا فندم في خلال المشاريع القومية اللي بتنفذ هذه الأيام منها مترو الأنفاق حضرتك، فطبعا في بعض التحويلات بتتم نتيجة تقاطع لبعض مواسير المية أو الصرف لخطوط سير المترو الأنفاق اللي هي الحفر الجديد ليها. هما بينشئوا هناك محطة تهوية بيتعارض مع خط 400 ملي يا فندم، إن شاء الله هنقطع المية بسبب هذه التحويلات اللي هتتم إن شاء الله مساء غدا إن شاء الله لمدة 12 ساعة. هيتم تحويل الخط 400 ملي ده عن المسار الحفر الرئيسي لمترو الأنفاق. طب حضرتك يعني دي هي المرة الوحيدة التي ستقطع عنها المياه عن هذه المنطقة، ولا في مرات قادمة وسيتم الإبلاغ عنها؟ حضرتك يا فندم طبعا هو في تنسيق كامل بيننا وبين المسؤولين في مترو الأنفاق عن الأماكن اللي هم هيبقوا ماشيين فيها، فالخط السير اللي هو ماشي في جامعة الدول العربية وهيعدي يطلع على أرض اللواء تمام حضرتك في المسار ده دلوقتي في المنطقة ديت خط 400 بيتعارض مع المسار دوت تمام فندم. اي مسارات تانية هيتم فيها يعني احنا حضرتك احنا عندنا شغل في شارع الهرم الرئيسي تمام، فلما بيحصل اي تحويلات فيه بتتعارض على طول بنعلن وبنقول وقبلها ب 48 ساعة، وزي ما عودتونا يا فندم التواصل معاكم على طول بتبلغوا وبتذيعوا، ودوت حاجة كويسة ان على طول المواطن بيسمع القنوات المفضلة ليه فبيعرف الخبر اللي هو خاص بأي حاجة خاصة بالمية. شكرا للعميد محيي الصرفي المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي. والحياة الآن مستمرة بعد هذا الفاصل القصير، فانتظرونا. أهلا بكم من جديد مع الحياة الآن، ونذهب إلى سوهاج حيث يعاني أهالي مدينة ساجولتا في محافظة سوهاج من عدة مشكلات بسبب سوء الخدمات المقدمة لهم وتردي حالة الطرق وعدم وجود صرف صحي. نذهب إلى هناك وبالتحديد من قرية بني واصل التابعة لمركز ساجولتا مع الزميل محمد رياض. إليك محمد، تفضل. مساء الخير عليك محمد. بالفعل نحن نتواجد الآن في قرية بني واصل التابعة لمركز ساجولتا بمحافظة سوهاج. هذه القرية هي ضمن 14 قرية يتبعون لمركز ساجولتا. عندما جئنا إلى هنا محمد وجدنا الابتسامة المعهودة لأبناء سوهاج وأيضا الترحاب الشديد، ولكن أيضا كان هذا الترحاب ممزوج بحالة من الحزن لما آلت إليه الأمور هنا في محافظة سوهاج وأيضا لمركز ساجولتا. هناك على العديد من المشكلات في هذا المركز، هناك صرف صحي لم يتم وضعه على الخريطة حتى الآن، هناك مياه مخلوطة بمياه الصرف الصحي، هناك انقطاع دائم لمياه الري، وبالتالي هناك آلاف الأفدنة لم يستطع الأهالي هنا من
من ريها، هناك سوء خدمات في البنية التحتية، لا يوجد كباري، الطرق غير ممهدة وغير مرصوفة، هناك مدارس تبعد آلاف الكيلومترات للأطفال وللتلاميذ الذين يذهبون لقرى أخرى لتلقي تعاليمهم. هنتعرف أكثر من خلال عدد من أهالي القرى هنا على هذه المشكلات. برحب بحضرتك فندم. أهلا وسهلا بك وأهلا بكم في مركز ساقلته. أهلا بحضرتك. حضرتك كنت ذكرتنا عدد من المشكلات، ممكن نتعرف من خلال حضرتك على أهم المشكلات دي إيه فندم؟ أنا محمود عثمان محمود من قرية الجلوية التابعة لمركز ساقلت، وهذه الجلوية غنية بالأرض الصحراوية التي هي أملاك للدولة، تمتد شرقا كيلومتر أو أكثر وتمتد جنوبا وشمالا حوالي 6 كيلومتر. هذه الأرض خصصت كمدينة ساقلت جديدة وخصصت لمشروعات مستقبلية، ولكن سطى عليها بعض الأشخاص المسنودين أو الذين يدعون أنهم مسنودون ولا نعلم من أي شيء مسنودين، واغتصبوها اغتصابا كاملا حتى أنهم قاموا ببيع القراط الواحد اللي هو 175 متر يبيعونها للأهالي المحتاجة للسكن ب60,000 جنيه. والأراضي تبع للدولة؟ تبع للدولة سيادتك، أراضي أملاك دولة ومخصصة وخصصت مدينة لساقلت كلها، لأن ساقلت تفتقر إلى هذه الأرض، لأن مساحة ساقلت محدودة تنحصر بين الجبل ونهر النيل، شريط محدود. فهؤلاء المواطنون قاموا بالاستيلاء عليها دون وجه حق، ولا أعلم أين الدولة، وإنني أناشد الرقابة الإدارية والأموال العامة والسيد المحافظ الذي نعلم أنه محافظا يعني باقتدار ومحافظ تمام، وإن كنت ما شفتوش، ولكن أعلم أنه شديد ويحاسب، فأين هو وأين الدولة التي تتمثل في المحافظ وتتمثل في مجلس المدينة وتتمثل في الوحدة المحلية بقرية الجلوي؟ هناك تخصيصات لهذه الأرض، كيف يأخذها مواطن ويبيع بملايين الجنيهات وتأتي الحكومة برضو تزيل هذه المباني لأنها غير مصرح بالبناء فيه؟ فليه الدولة ما تاخدش هذه الأراضي وتنتزعها انتزاعا جبريا من هؤلاء المواطنين المغتصبون، لأنهم مغتصبين لهذه الأرض دون وجه حق، وتعملها مشروعات للشباب اللي هم ما فيش شغل معاهم وعاطلين، وتعمل مصانع وتشغل هؤلاء العاطلون، وتعمل مدارس وتعمل مصانع وتعمل كل شيء سيادتك يدور في خلد الدولة. ونحن بصدد الانتخابات الجديدة التي نتعشم بإذن الله تعالى أن يكون مجلس الشعب مشرعا قادرا، ويأتي بعضو للدائرة يكون يمثل الدائرة على حق إن شاء الله. ورسالة حضرتك وصلت. وننتقل أيضا لسوء الخدمات الموجودة هنا في مركز ساقلت. بتعرف حضرتك فندم؟ منتصر عبد الرحيم عبد المجيد، مدرس أول بمدرسة ساقلت تعليم أساس، من أبناء مدينة ساقلت. من قرية إيه فندم؟ أنا من مدينة ساقلت المدينة نفسها. طيب، يعني حضرتك كنت تحدثت معانا على سوء الخدمات هنا من مياه وصرف صحي ونقص في المدارس. سيادتك إحنا عندنا مشكلات مزمنة في مدينة ساقلت. المشكلات دي بتأثر على ساقلت، لأن ساقلت دي مركز نائي، مركز من المراكز المصنفة كمراكز نائية. احنا عندنا المشكلة الأكبر هي مشكلة الصرف الصحي. الصرف الصحي دي مشكلة كبيرة، كان في المشروع ده من سنوات أسند لشركة، والشركة دي ما قامتش بأي خطوات إيجابية للعمل. فحتى في يعني أسندت من كم سنة فندم؟ بقالها قد إيه؟ يعني في حدود يمكن أكثر من 10 سنوات. لحد دلوقتي المشروع لم يكتمل. الآن المشروع متوقف ولا نعلم لماذا متوقف. برضو الصرف الصحي أثر حتى على بيوت المدينة، وأصبحت البيوت كلها آيلة للسقوط. عندنا برضو يعني احنا نتمنى ونتمنى من المحافظ، ونعرف ان المحافظ شخصية قوية، ان هو سيادته ياخد خطوات ايجابية ويشوف شركة اخرى منفذة تقوم بالمشروع في اسرع وقت ان شاء الله. يعني ان شاء الله رسالة برضو حضرتك وصلت. ايضا معي احد اهالي المركز ساقلت وتابع لاي قرية فندم. بتعرف حضرتك؟ نجوع بن واصل، مركز ساقلت، مدير مدرسة اعدادي. والحقيقة احنا إن كان في هناك مشاكل، الآن الحمد لله على طريق الإصلاح، يعني على طريق الإصلاح، يعني بدأت
الدولة. طب انت حضرتك بتقول ان انت مدرس، الاهالي هنا كانوا بيعانوا من نقص المدارس، وان بيقولوا ان التلاميذ بيروحوا او حضرتك مدير مدرسة يعني بيعانوا من نقص المدارس، والطلبة والتلاميذ بيروحوا يعني لعشرات الكيلومترات حتى يتلقوا تعليمهم. هي حضرتك الكثافة مش عشرات الكيلومترات، يعني هي الكثافة عالية شوية في الفصول، فيه مدارس يعني فيه وفي اراضي بعض في يعني في قريتي يعني في رجوع بن واصل تعتبر المدارس بدأت حضرتك بالجهود الذاتية، يعني في القرية تبنى معها، يعني كل قرية فيها مدرسة ولا يعني كل قرية فيها مدرسة طبعا، بس هي الكثافة أحيانا بتكون عالية في بعض المناطق، لكن كل قرية فيها مدرسة وفي قرى فيها أكثر من مدرسة، وفي قرية فيها مدرسة ومعهد أزهري وكده. لكن حضرتك احنا بنتحدث يعني بنطالب برضه هيئة الأبنية ونطالب السيد المحافظ وهو رجل نشط ومشهود له بالنشاط، نطالب ببناء مدرسة إعدادية لنجوع بن واصل، هي في مدرسة لكن موجودة في مدرسة ابتدائية، وبجوار المدرسة الابتدائية حضرتك فيه أراضي أملاك دولة ممكن يقام عليها المدرسة. أيضا في بعض المشاكل الطرق، وإحنا نأمل إحنا يعني الآن نأمل الإصلاح يستمر والحالة الإصلاحية بدأت فعل وبدأت الدولة تستقيم وتقف على أقدامها إن شاء الله، وإحنا متفائلون إن شاء الله، وإحنا كلنا متفائلون إن شاء الله. ويعني كما ذكرنا الآن وكما رأينا الآن محمد يعني العديد من المشكلات، نتمنى إن شاء الله يتم حلها في القريب العاجل إن شاء الله. أعود إليك محمد، تفضل. شكرا لي الزميل محمد رياض من قرية بني واصل في ساجولتا. وينضم إلينا مباشرة أيضا الأستاذ محمد عبد الحميد رئيس مدينة ساجولتا. أهلا بك أستاذ محمد. أستاذ محمد معايا؟ معك يا فندم، مع حضرتك. أستاذ محمد يعني أكيد استمعت للمشاكل التي يعاني منها أهالي مركز ساجولتا. مركز ساجولتا يعني مشاكل متعلقة بالتعليم، متعلقة بالاعتداء على أراضي الدولة، مشاكل متعلقة بالصرف الصحي، وأخرى أيضا متعلقة بتردي حالة الطرق. يعني هل من جديد لحل هذه المشاكل؟ إن شاء الله كل جديد وكل خير بإذن الله. يعني بالنسبة لمشكلة الصرف الصحي، هو فعلا كان يتكلم عن مشكلة الصرف الصحي، هي من فترة طبعا كان في اختيار لمكان محطة التنقية، كان في مكان اسمه نجوع الرايني. الناس السكان اللي نجوع الرايني رفعوا قضية، سلكوا حوالي يمكن فعلا من حوالي 7-8 سنين، الكلام اللي بيتكلم المواطن صحيح 100%. المهم خذوا كسبوا قضية بتغيير المكان، ما رضوش خلوها عنده اي محطة تقية، فهما منهم انها تأثر لها تأثير بيئي وهو الاخ، ودخلوا في مجال القضاء حضرتك وكسبوا القضية هم. وحاليا تم اختيار محطة تنقية في نجوع بنواصل. المحطة تم اختيار المكان ليها، وسيادة المحافظ مش بيهدأ دقيقة واحدة معانا، يعني لسه كان في اجتماع في أول شهر 9 وأعطى لهم تعليمات للشركة المنافسة لشركة مختار، قال لهم لو مش هتنفذوا المحطة حضرتك هناخدها وهسلمها ل. طب في مدى زمن لتنفيذ هذه المحطة؟ إن شاء الله بياخد وقت، لأن لسه هم رسوماتهم ما جاتش وبياخدوها من الهيئة القومية للشرطة الصحي من القاهرة. طب يعني اللي يحدد مدى الزمن الشركة المنفذة. طب الوحدة المحلية حضرتك. طب يعني احنا بالمتابعة معاهم، يمكن انا رحت الموقع لقيته لسه ما تمش فيه اي شيء، الموقع الجديد اللي اختاره يعني، ومعاهم على اساس انه ما يحصلش نفس المشكلة اللي حصلت في المكان الاول اللي تم اختيار الاول وما كانش فيه نصيب لي. يعني ايضا وحاليا كابتن المحافظ بيتابع متابعة شخصية مع الشركات ديت، وبيعمل اجتماعات بينا كل شوية، وصلنا نسبة كام، والحمد لله. يعني مش بس الصرف الصحي، الصرف الصحي ومحطات المياه، أنا كان عندي 4 محطات الحمد لله المفروض كانت تشتغل اللي من 2008 و2009 بالمتابعة الشخصية منينا وبمتابعة السيد مدير المحافظ الحمد لله. طيب يعني محمد حطت تشتغل في شهر 9، ما أنا أوضح لك اللي حصلان يعني بالنسبة للماء. طيب يعني الإنجازات اللي اتعملت خلاص، يعني ده شيء طيب، احنا بنتكلم يعني على تمت. ما معلش لازم يذكر ويعرف المواطن برضه، معلش أنا دايما اتفقت مع حضرتك ماشي، اتفضل أنا أوضح الإيجابيات مع السلبيات. اتفضل. في 4 محطات صرف، في محطة العومية حضرتك امبارح قاعدين فيها لغاية الساعة 10 بالليل من الساعة 8 الصبح. طيب أستاذ محمد عشان نزيل المعوقات، وبفضل ربنا سبحانه وتعالى تمت إزالة
طب بس محمد دي اكبر محطه على مستوى محافظه سوهاج بالكامل، محطه بادان اسمها الطوايل اتغد قريه اسمها. طب وضحت الصوره في هذا الموضوع يا استاذ محمد، يعني الاهالي ايضا شكوا من قله المدارس، يعني قله المدارس. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، اخذنا السنه دي من الابنيه التعليميه، خدنا مدرسه سلمنا الموقع للابنيه التعليميه في الفرسيه، مدرسه من الفرسيه، خدنا موقع مدرسه التعليم الاساسي في نجوع الرياين، خدنا صيانه مدرسه الاعداديه بتاعت داخل المدينه. وضحت الصوره الاستاذ محمد عبد الحميد رئيس مدينه ساجولتا في سواك، شكرا جزيلا لك. والحياة الآن مستمرة بعد هذا الفاصل القصير، فانتظرونا. أهلا بكم من جديد مع الحياة الآن، حيث تستمر حملة مصر النظيفة التي أطلقها برنامج الحياة الآن، والتي تهدف إلى القضاء نهائيا على ظاهرة انتشار القمامة على مستوى الجمهورية وإيجاد حل جذري للأزمة مع تفعيل آليات الدولة المختلفة في مواجهة هذه الظاهرة لإعادة المظهر الحضاري إلى الشارع المصري. نذهب إلى شارع حفني أبو جبل في منطقة عرب راشد في حلوان في محافظة القاهرة مع رسالة الزميل أحمد غنيم. أهلا بكم مشاهدينا وحملة مصر النظيفة، الجولة هذه المرة من مدينة حلوان، وكما تشاهدون في الصورة خلفي انتشار كبير للقمامة خاصة في مدخل مايو. ربما البعض اشتكى من هذه القمامة ولكن لم يكون أي استجابة من قبل المسؤولين، بعض الأهالي وهم يرصدون لنا انتشار القمامة في مدينة حلوان وكيفية التعامل معها. بنرحب بكم في البداية، كلمني كده عن القمامة في مدينة حلوان عاملة ازاي؟ في تجمعات للقمامه في كل مكان عشوائي، مفيش عربيات بتعمل بانتظام في رفع القمامه من مكان للتاني زي ما احنا شايفين ورانا، في هنا تجمع للقمامه عشوائي، مفيش جهد في العمل. مفيش حد بيجي ياخد الزباله من البيت؟ لا طبعا مفيش، كل واحد بيروح عند الصندوق، الصندوق بيتملي بعد كده بيرمي حواليه لغايه ما القمامه بتبقى اعلى من الصندوق، فين وفين تيجي العربية تشيل اللي في الصندوق واللي جنب الصندوق، تشيل جزء وتسيب جزء، يبقى المكان ده خلاص تعرف ان هو مكان للقمامة، فكله يرمي. لكن التجميع من المنازل مفيش، في بس على ايه؟ على فاتورة الكهرباء فلوس، لكن فرد يجي معين ان هو يلم من البيت من الشقق مفيش. طب شايف الحل فين بقى؟ الحل يكون في رقابة، يكون في مسؤولين يعملوا رقابة جامدة، بس هو ده الحل. كلمنا عن، شكرا ليك، كلمنا عن المعاناه بتاعتكم برضو هنا في مدينه حلوان بالنسبه لانتشار القمامه، شايفها ازاي؟ وكلمني مين المسؤول عنها؟ المسؤول هنا رئيس المجلس. ما فيش حد هنا بيطلع ولا حد بيعاين الشغل ولا حد بيعمل اي حاجه، زي ما انت شايف كده، شايف اللي عنده سجر بيكسره ويرميه، بتاعت الفلل بتاعت البيوت النظيفه، والناس هنا عايشه على الزباله زي ما انت شايف كده. شايف انت المنظر قدام منك. فاحنا من الشوارع الجانبيه برضو، انا عايز اعرف الشوارع الجانبيه شكل ايه. الشوارع الجانبيه لو حضرتك مشيت فيها تلاقي فيها صرف صحي ضارب، مؤسسه صرف صحي ضاربه، تلاقي الطرق بايظه خالص، انت شايف كده. ما فيش حد بيتعامل الحي او المجلس نفسه المحلي بتاع مدينه حلوان ما بيتحركش، ما بيحاولش يحل او يشيل الكلام ده كله. ما انت حضرتك على ارض الواقعه، حاجه موجوده قدام منا. تمام، شكرا ليك. شكرا، ماشي. كما تابعنا معكم مشاهدينا، ما زالت جولة مصر النظيفة أو جولة كاميرا الحياة الآن مستمرة في محاولة لانتشال القمامة من شوارع جميع محافظات مصر وعودتها مرة أخرى إلى سابق عهدها. شكرا لكم مشاهدينا وعودة مرة أخرى للاستوديو. شكرا لي الزميل أحمد غنيم. وللتعليق عن هذا الموضوع معنا مباشرة على الهاتف اللواء العربي الحسيني رئيس حي مدينة حلوان. أهلا بك سيادة اللواء. اهلا بيك يا فندم، وكل سنه وانتم طيبين وشاكرين جدا لمجهودكم. وانت طيب حضرتك. سياده اللواء، اكيد يعني تابعت ما جاء في رساله الزميل احمد غنيم ورصده لمشاكل تراكم القمامه في شوارع والمناطق التابعه لحلوان. المواطنون يشكون انه لا توجد اي خدمات للتخلص من القمامه، يعني كيف ترد؟ هل هناك اجراءات سريعه للتغلب؟ اكيد انت حضرتك لو بتشاهد قناه الحياه وبرنامج الحياه الان تشوف تراكم القمامه والزباله في اماكن كثيره. يعني
انا هستاذن حضرتك، منطقه حفنه ابو جبل دي تبع عرب غنيم، دي منطقه عشوائيه من ضمن 33 منطقه عشوائيه داخل منطقه حلوان. تم تطوير 13 منطقه منهم من طريق اتحاد البنوك السنه اللي فاتت. السنه دي ان شاء الله هنكمل بقيه المناطق اللي هي عشوائيه. المناطق ديت بيلف بيها على البيوت جمع السكني في المنطقه دي قليل شويه فعلا. معهم حق، الجمع السكني المفروض بيطلع البيوت، وده تم عمل انذار للشركات اللي شغاله في الجمع السكني، وفي حاله عدم مجيئهم ان احنا جبنا مجموعات من اهل الحي اللي هم الجمعيات الاهليه، وهم اللي هيقوموا بالجمع السكني ان شاء الله. والتجربه ديت تمت في عرب راشد ان شاء الله. طب سياده اللواء، يعني المواطنين بيشكوا بيقولوا ان هم بيدفعوا يعني على فاتوره الكهرباء، بيدفعوا مقابل نقل الزباله والشركات ما بتجيش، يعني هل الزباله بتيجي على استاذنك؟ الزباله بتيجي مرتين في اليوم، مره الورديه الاولى ومره الورديه الثانيه. يعني حتى في هذه القريه يا فندم، حتى في هذه المنطقه، منطقه حفني طبعا يرش. منطقه حفني ابو جبل عرب غنيم بتيجي مره الصبح ومره بالليل وبتشيل، لكن هي سلوكيات، معلش سلوكيات البشر شويه، اما بيروحش لغايه الصندوق بيرميها قبلها. ودي انا معاهم فيها، لابد من عوده الجمع السكني من المنازل. وضحت الصوره ان شاء الله، دي لازم تتعمل باذن الله. ما اتعملتش من الشركه دي، هعملها عن طريق الجمعيات الاهليه. سنتابع، عملتها في الدول الحمراء. سنتابع معك سياده اللواء العربي الحسيني رئيس حي حلوان، شكرا جزيلا لك. والى اخبار البورصه، فقد شهدت مؤشرات البورصه ارتفاعا جماعيا مع منتصف تعاملات اليوم بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والاجانب، في حين مالت تعاملات المصريين الى البيع، وربح راس المال السوقي نحو 700 مليون جنيه، حيث صعد المؤشر الرئيسي للبورصه اي جي اكس 30 بنسبه 17%، وارتفع مؤشر الشركات الاوسع نطاقا اي جي اكس 100 بنسبه 14%. وإلى أخبار الرياضة، حيث يلتقي نادي الزمالك بنادي السموحة في 7 من مساء اليوم ضمن منافسات الدور نصف النهائي لكأس مصر، على أن يؤهل الفائز لمواجهة النادي الأهلي في نهائي البطولة، بعد أن حجز الأهلي مكانه في نهائي كأس مصر بالفوز على بتروجيت 3-1. وبالعودة مجددا إلى متابعة أحوال الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة، ينضم إلينا مباشرة سيادة اللواء سيد ماهر الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية. أهلا بك سيادة اللواء. أهلا بسيادتك يا فندم. أهلا بسيادة. سيادة اللواء، يعني يا ريت تطمنا على أوضاع الحجاج، وعلمنا أن كان هناك في حريق في أحد الفنادق في مكة المكرمة، هل يعني الأمور عادت إلى طبيعتها؟ هل في أي إصابات خاصة بالحجاج المصريين؟ مبدئيا عايز أطمن كل الناس، مفيش أي حاجة، جميع الحجاج مستقرين والأمور هادية، وبيأدوا مناسبهم وبيدخلوش في أي حاجة، وبيستمتعوا بجميع أوقاتهم. امبارح تم استقبال ومع السيد قنصل العام للسعوديه السفير عادل، القنصل العام عادل الألفي، تم استقبال الشهداء الشرطه من الضباط والافراد والمجندين، وتم تسكينهم بالبلسونات والحاله مستقره تماما. طب يعني عدد الحجاج الذين وصلوا، هل العدد متوقف عند 50,900 حج، ولا العدد ازداد هذا اليوم؟ خلاص العدد في تزايد، العدد في تزايد يا فندم، العدد في تزايد. طب سياده اللواء معلش، يعني يا ريت تطلعنا يعني اخر افواج الحجاج سواء من السياحه او من القرى، ستصل الى امتى ان شاء الله؟ الحجاج الو معك سياده اللواء، اتفضل سياده اللواء. الو شكرا لسياده اللواء سيد ماهر الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية. وبهذا الخبر نصل لنهاية هذه الجولة الإخبارية من الحياة الآن، فشكرا على المتابعة وإلى اللقاء.